ماما وينها؟ مع أساس رح شوفها؟ هلأ بتجي. قولي لا تأسرع. دقيقة بلا ما تشوفني هيك. ماما يا عمري مستحيل تفهمي. فهميني. وقت بتكبري بتفهمي. لما تكبري رح اشرح لك كل شيء. وعد. فرح هالولد وهو عم يلعب بسقيفة لقى علبة، علبة صغيرة، وصار بده يعرف شو فيه بالعلبة، واجا ليفتحها قام انشق الحيط وطلع منه ساحرة وقالت له اصحك تفتحها، اصحك يا ابني لأنه هي إلي ومسحورة وبتخوف وفيها شغلة بشعة كتير، واللي بيحاول يتجرأ ويفتحها بتجوزه بعدين. هالساحرة كانت حلوة كتير، اختفت من قدام الولد بس ضلت بباله، صار يتمنى يكبر قبل وقته وصار بده يكبر ليتجوز الساحرة الحلوة، وراح عبير الأماني اللي بالجنينة وطلب انه يكبر بسرعة. وتحققت أمنيته؟ طبعا، وفجأة كبر الولد وصار شاب حلو بياخد العقل، ركض بسرعة على السقيفة وفتح العلبة، يا حزرك شو شاب، لقاها فاضية وما فيها شي بالمرة، وصار يستنى لتطلع قدامه الساحرة الحلوة. بعدين شاف عجوز بشعة وسألها وين الساحرة الحلوة، صارت تضحك وقالت له كذبت عليك ومشان كذبة صغيرة ضيع طفولته الحلوة كلياتها وبقي له العلبة الفاضية. تصبح على خير.